من وين؟ من الإمارات. من السعودية. من عمان. إمارات. من الكويت. من الإمارات طال عمرك. أول شيء ألف مبروك على فوزكم في مباراة اليوم، هل كنت متوقع هالشيء؟ والله صراحة الحمد لله، احنا دائما نثق بفريق الإمارات ودائما احنا وراه وين ما راح وين ما صار، ومهما كان ومهما حصلت الظروف أو حصلت الإصابات عندنا أو بعض الانتقادات على الفريق، احنا دائما بنظل ورا الفريق. صراحة الصراحة لعيبتنا صراحة ما قصروا بشيء الصراحة، من اليوم الشوط الأول والثاني والثالث ما شاء الله عليهم، عندهم فرص وايد وايد، عندهم فرص صراحة، بدعوا اليوم صراحة، المدرب سوي لهم خطة بس صراحة بدعوا والله. فوز الحمد لله مستحق، وبس صعب جماعة تأخروا صراحة، مفروض يخلصونهم في الوقت الأصلي. الحمد لله رب العالمين، فضل من الله، المنتخب العراقي أدى مباراة قوية مع المنتخب الإمارات، منتخبين طبعا عريقين في دول الخليج، والحمد لله فضل من الله. ولما وصلنا ضربات الجزاء حقيقة ما كنا مرتاحين، لأن تبتسم للشخص لفريق وتغضب الفريق الثاني، والحمد لله فضل من الله الكرة بغتنا، وبإذن الله تعالى الكاس بيكون في أبو ظبي. أول شيء أهني حكومة وشعب شعب الكويت على الاستضافة وعلى طيبة الإقامة، ونشكرهم. وثاني شيء نبارك لمنتخبنا بالفوز، وهاي تكتيك تعرف أنت تكتيك زين الإيطاليين، هذا أسلوبهم، أسلوبهم صعبة، صعب تدخل عليه، تقدر تدخل عليه جول يعني طريقة زين، شوف زين قتل المباراة، خلاهم زين، خلى هم يجرون على الكرة بس ما يقدرون يوصلون للمرمى. انتوا عمانيين، لاحظت انتوا جايين وناطرين حتى لمباراة الامارات والعراق، شنو سبب انكم ظليتوا لهذا الوقت، خاصة انت خلاص منتخبك خلص وتأهل؟ اي لازم نعرف خصومنا، نبارك نلعب ضد مين، ونبارك لمنتخب الامارات على صعود النهائي، ونحن نتريى الامارات لانه الامارات المنتخب اللي فاز علينا في بداية البطولة، والحين ان شاء الله نرد الهزيمه بكاس ان شاء الله. والله اني حبيت اني اشوف نقاط ضعفهم ونقاط قوتهم عشان البرقايه يعني نستفيد من هذا الشيء ويطبقوا ان شاء الله المنتخب العماني. مباراه كبيره دول الاربعه، فما حبينا ان نضيع الفرصه نكون موجودين في الملعب. حبينا نستمتع بالمباراه، خاصه ان الطرفين الامارات والعراق كانوا طرفين قويين، والف مبروك الامارات وان شاء الله عمانية بإذن الله. أنت من السعودية ومنتخبك طلع، شنو سبب حضورك حق هذه المباراة؟ والله حضوري جاي هنا أتمشى سياحة، وهذا شرف لي أتفرج مباراة مثل مباراة قوية مثل مباراة إمارات وعراق. أتمنى والله فوز لهم كلهم، كلنا خليجي وشعب واحد، ويستاهلون يستاهلون الإمارات، وهارد لك العراق، والله يوفق الجميع. لأني أنا أحب الإمارات وأتوقع عشت فيها أكثر من 3 سنين. راضي عن أدائكم في مباراة اليوم؟ والله شوف أنا قلت لك في بداية اللقاء إن مهما إحنا دوم ورا الفريق، الأداء ما براضي عنه الصراحة، ولكن إن شاء الله الأداء بيتحسن، والانتقادات اللي بتوصل من اللجنة أو الجهاز الإداري للفريق تتعدل، وان شاء الله الشباب يتحسنون ان شاء الله، وبتشوفون مباراه نهائيه قويه ان شاء الله بين المنتخب العماني ومنتخبنا. اشكر اللعيبه ما قصروا، واشكر المدرب على الخطط الجميله، فريق وافقوا وسووا اللي قدروا عليه. كنت متوقع ان المنتخب الاماراتي قادر انه يفوز على المنتخب العراقي؟ والله احنا 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 قلنا متاكدين والله 2-0 الصراحه، بس الامور هذا المشكله اللعيبه ما قصروا الصراحه. كم كنت متوقع قبل بداية المباراة؟ كم كنت متوقع ممكن تخلص؟ 1-0. 1-0 يعني أنت متخوف، شنو سبب التخوف هذا؟ لا الفريق العراقي يلعب قوي، رتمه زين في هالبطولة، ياس يلعب. الحمد لله توفقنا اليوم الحمد لله. هني الشعب الإماراتي بالفوز، ونتمناه إن شاء الله البطولة الغالية. ما قلت لهم من وين؟ من السودان. شنو شعورك بعد فوز منتخب الإمارات على العراق ووصوله للنهائي؟ شعوري طبعا المنتخب الإماراتي يستحق التأهل، مثل الكورة لعب. طبعا من بداية البطولة أنا اتفرجت على المنتخب الإماراتي أمام المنتخب الكويتي والمنتخب العماني، لا بصراحة المنتخب الإماراتي يستحق التأهل وإن شاء الله الكأس إماراتي. كلمة توجهها حق خصمك اللي راح يكون في النهائي واللي هو المنتخب العماني. في إذن الله منفوز عليهم، ونقول لك هاردك للعمانيين، في إذن الله منفوز عليهم. عندنا ثقة بلاعبينا، وفي النهايه البطوله راحت عندنا ولا راحت للمنتخب العماني، احنا كلنا اشقاء واخوه مخبوان البطوله خلاص. شنو الكلمه اللي توجهها حق خصمك اللي راح يكون في المباراه النهائيه المنتخب الاماراتي؟ خاصه ركز ان المنتخب الاماراتي منتخب قوي وقاعد يلعب بالطريقه الايطاليه. ان شاء الله عمان بنقومها وجماهيرها ان شاء الله بتفوز المباراه وبتخلصها ان شاء الله. نقول لهم شدوا حيلهم، لان ان شاء الله الحين جايين البطوله،
ونعوض خسارة المباراة الافتتاحية ونهائي خليج 18. إن شاء الله الكأس للإمارات بإذن الله. البطولة للإمارات. التركيز والهدوء يؤدان إلى الكأس بإذن الله تعالى في أبو ظبي إن شاء الله. يصل لنهائي البطولة للمرة السادسة في تاريخه. محمد مرغش يلعبها والإمارات